السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. شكرا على الاخبار. الحمد لله. ربنا يحفظك ويرفع عمرك. بقول لحضرتك سؤال بالنسبه لمندوب المشتريات. لو دلوقتي انا مثلا جاي اجيب حاجه وفي فاضل مثلا فلوس، والراجل مثلا قال لي خلاص مثلا انا مسامح مثلا في الفاضل الباقي، يعني مثلا ده 10 جنيه وهو سابها، فانا يعني عايز اعرف حكم المال ده ايه لو انا خدته. هو بيقول انا مسامح وده بره الحساب خالص، وده يعني حاجه انا برضاي انا، وانا ببقى مش حابب اخد حاجه زي كده، يعني انا برفض الحاجه اللي زي كده. طيب بيخرج الفاتورة بكم؟ يعني مثلا الفاتوره مثلا ب 90 جنيه مثلا، وانا اديته 100، فهو مثلا لا لا، يعني الفاتورة بيسيب لي ب 110. فلوس، يعني مثلا في فرق 10 جنيه مثلا فاضله مثلا من الفاتوره، المفروض ان هو بيسيبها لي، بيقول لي خلاص خليها، يعني هو مرة بيقول لا جدا، ما مرة. ينفعش، فبيقول لي لا خلاص دي كرامية مني. يعني هي 110، الفاتورة ب 110 مثلا، 110 فأنت تعطيه 100 ويقول لك أنا مسامحك أنت شخصيا في العشرة كده. تمام. طيب الفاتورة بيطلعها لك بكم؟ المكتوبة التي ستأخذها بنفس لشركتك. السعر اللي هو يعني هو مثلا فاتورة ب 100 جنيه، ب 110 برضو. لا معلش بس انا يعني فاهم هيطلع غلط. لك الفاتورة ب 110 ولا ب 100؟ لا الفاتورة حضرتك بنفس السعر اللي انا المفروض، يعني انا دلوقتي الفاتورة ب 100 جنيه، وانا مثلا بديله ال 100، تمام. بس خلينا نتكلم في سعر غير الاعداد الصحيحة، يعني مثلا الفاتورة مثلا ب 120، تمام، وانا اديته مثلا 150، فهو اداني 40 جنيه، المفروض يديني 30، اداني 40 جنيه وقال لي خلاص كده ال 10 جنيه ديت الفاتورة بتاعتي. بتخرج بكم؟ بتخرج بكم من عنده؟ الفاتورة المكتوبة التي ستسلمها لشركتك ب 120 120 على الاتفاق. إذا لم يكن هناك تواطؤ فلا بأس، لا ما فيش تواضع، يعني انا نفسي خلاص. مش هرجع له تاني عشان هو اداني مثلا او إذا خد لم لي يكن المبلغ ده هناك تواطؤ ورجع لا بأس، تحرى. إذا لم يكن هناك تواطؤ فلا بأس.